قناتي لمسه من ايديكي من كل مكان. لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي او بتظهر لكم فيديوهاتي، اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. النهارده ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنعمل سندوتشات الشاورما في البيت، الاكله اللي الولاد بيحبوا ياكلوها من بره. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان مفيش خروج دلوقتي او مفيش اكل من بره، وانت عشان تضمني لاولادك اكل نظيف وصحي وفي نفس الوقت تعملي حاجه هم بيحبوا ياكلوها من بره، يعني هتعملي اكل المطاعم في البيت او الاكل اللي بنشتريه من بره، هنعمله في البيت بمنتهى السهوله. هنعمل العيش السوري، احنا عملناه مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنعمل الشاورما فراخ في البيت، هنعمل التومية اللي تتحط في سندوتشات الشاورما في البيت، يعني كل حاجة عاملينها في البيت. طبعا سندوتشات الشاورما تقدري تقدمي معاها بطاطس، ممكن كاتشب اللي يحب. طبعا ده صوص التومية اللي احنا هنعمله مع بعض جوه الفيديو. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو، واتمنى ما تروحوش هنا ولا هنا ولا تقدموا الفيديو، اتفرجوا عليه للاخر عشان في تكات ومعلومات وحاجات مهمه جدا هتوصلنا للنتيجه الروعه اللي احنا شايفينها في الفيديو او في الصوره زي ما احنا شايفين كده قدامنا. بس يلا انزلوا اعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا الخطوات والمقادير واحده واحده. خليكم معايا لاخر الفيديو. واول حاجه هنبتدي نعملها ان احنا هنتبل الفراخ بتاعتنا اللي احنا هنعملها شاورما. انا معايا هنا فراخ مخليه، ده صدرين من الفراخ يعني نص فرخه، اخدت الصدر بتاعها خليته وقطعته بالشكل ده شرايح بالطول زي ما احنا شايفين. هنبتدي بقى دلوقتي نتبله عشان نعمل الشاورما. هجيب بوله كبيره او بوله غويطه، وبعدين هفضي فيها اول حاجه هنحط التوابل بتاعتنا. الاول هنحط معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره برده من الثوم البودر. طبعا انا بحط معلقه صغيره او اقل شويه كمان علشان انا عندي هنا كميه الفراخ مش كتير، لو انت هتعملي كميه فراخ اكبر يبقى تضعفي كميه التوابل كلها اللي انا بحطها. معايا كمان معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من البابريكا اللي هي الفلفل الحلو، معايا معلقه من توابل الفراخ، معايا كمان هنا معلقه من الملح، ومعايا نص معلقه صغيره من الجنزبيل، ومعايا معلقه من الفلفل الاسمر. هفضي ده كله كده. هقلب المكونات بس لسه هضيفها حاجات تانية. معايا هنا معلقة من الخل، معايا كمان نص ليمونة معصورة. طبعا قلت لو هنضيف الكمية يبقى نضيف التوابل اللي عندنا. معايا كمان هاخد معلقتين، دول معلقتين من الزبادي هفضيهم عليهم برضو، ومعايا حوالي 3 معالق من الزيت او ربع كوباية من الزيت هضيفهم. بعد كده هخلط كل المكونات دي كلها مع بعض، كل التوابل هخلط بقى كل المكونات دي كده مع بعض، عشان هي دي او هو ده الخليط اللي انا هتبل فيه الفراخ بتاعت الشاورما، وهي دي تتبيله الشاورما تخلي طعم الفراخ تحفه جدا وتخلي الشاورما طعمها في منتهى الجمال. جربوها وهتعجبكم جدا ان شاء الله. خلاص انا كده قلبت التتبيله بتاعتي كويس، هبتدي بقى اضيف الفراخ. على فكره الفراخ التتبيله سوري ريحتها في منتهى الجمال، فهي دي بقى اللي هتخلي الطعم بتاع الشاورما مظبوط وجميل قوي. هنقلب كده كويس الفراخ في التتبيله. بعد لما قلبت كل المكونات بتاعتي اللي هي تتبيلة الشاورما مع الفراخ، هغطيها دلوقتي وهشيلها في التلاجة مدة من 3 إلى 4 ساعات علشان تتبل كويس، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه او الخطوة اللي جاية هتبقى ايه. هشيلها في التلاجة دلوقتي التلات او اربع ساعات زي ما انا قلتلكوا، وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هنعمل الشاورما دي ازاي او هنسويها ازاي ونكمل بقية خطوات سندوتش الشاورما زي ما شوفنا.
خلاص كده بعد لما تبلنا الفراخ وسيبناها في التلاجة المدة اللي احنا قلنا عليها هنسيبها من 3 ل 4 ساعات، هنعمل دلوقتي بقى التومية اللي احنا هنحطها في سندوتشات الشاورما. احنا هنعمل سندوتشات اللي بنشتريها من بره جاهزة، وكل حاجة هنعملها في البيت. فالتومية هنعملها دلوقتي في البيت، هي سهلة جدا، مكوناتها بسيطة وطريقتها مفيش اسهل من كده. معانا 3 معالق مايونيز، 3 معالق زبادي، معانا نص كوباية من الزيت، معانا هنا المفروض من 5 ل 6 فصوص ثوم كبار، بس انا للامانه انا مش عندي ثوم كبير، هو الثوم كله انا فرزته وسايبه كام راس بس ثوم، زي ما قلت لكم بعمل بيهم الحاجات اللي بتحتاج ثوم صحيح. فانا يعني حطيت كميه كده بمثابه او بما يعادل من 5 ل 6 فصوص من الثوم. معايا هنا معلقتين من النشا، معايا كمان نص كوبايه من الميه، معايا معلقتين كبار من الخل، ومعايا معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر. هي دي مقادير التوميه. اول حاجه نبتدي نعملها ان احنا هنجيب حله كده او كسرونه او اي حاجه. اول حاجه هنعملها هنفضي نص كوبايه الميه في حله، عليهم معلقتين النشا، طبعا كل ده على البارد اهو، وهنقلب النشا في الميه كويس لغايه ما النشا يدوب خالص في الميه اهو على البارد. قبل ما نحط على النار لازم النشا يدوب كويس في الميه. هنبتدي بقى ننزل بفصوص الثوم، وانا هحط فصوص الثوم علشان تستوي شويه مع النشا والميه على النار، علشان ما يبقاش طعم الثوم لازع قوي كده، بيبقى طعمه احلى. التوميه بتبقى طعمها حلو، طعم الثوم باين بس مش لازع قوي زي ما هنحطه ني، هو كده هيستوي شويه. هندخل بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل فيهم ايه. خلاص كده احنا رفعنا الحله اللي موجود فيها النشا والميه وفصوص الثوم على النار، على نار هاديه، وهنفضل نقلب كده لغايه ما نوصل لقوام هنشوفه مع بعض دلوقتي. زي ما احنا شايفين بدأ اهو يمسك لون، هيبتدي دلوقتي يتغير، هيوصل للون الشفاف. وهو ده القوام اللي انا عايزاه. اهو انا هسيبه بقى وهطفي عليه. خلاص كده هو خلص، وصل للون اللي انا عايزاه اللي هو اللون الشفاف زي ما احنا شايفين، مش لونه ابيض زي ما كان. بس هطفي عليه بقى البوتاجاز وهسيبه يبرد خالص، وبعد كده هنشوف الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه. خلاص بعد لما النشا برد عندي انا فضيته في طبق واسع علشان يبرد، بعد كده حطيته في البوله دي. هبتدي بقى اعمل التوميه. عندي هنا الخلاط، هعمله في الخلاط طبعا علشان اللي ما عندوش مضرب ما عندوش كبه يقدر يعمل بمنتهى السهوله، وهو بيتعمل حلو قوي في الخلاط. هنبتدي دلوقتي نضيف الزبادي في شفشق الخلاط، نحط يعني الحاجات السايله تحت خالص عشان نعرف نضرب. بعد كده هنضيف المايونيز، هنضيف عليهم المعلقه الصغيره من السكر ومعلقه من الملح، هنضيف الخل كمان، هنضيف الاول عليهم النشا بالثوم وهنضرب، بعد كده هنضيف الزيت في الاخر، بس هنضرب ده ضربه الاول. وبعد ما اخد ضربه كويسه هبتدي بقى دلوقتي اضيف الزيت واضرب تاني عشان الزيت يتخلط كويس مع المكونات. كده خلاص التوميه اصبحت معانا جاهزه، انا ضربتها ضربه كويسه جدا في الخلاط، والقوام بتاعها زي ما انتم شايفين جميل ازاي، وريحتها مش قادره اقول لكم، ريحتها بجد تحفه جدا، ريحتها حلوه قوي. كده خلاص هنبتدي بقى هنفضيها كده، وبعد كده نبتدي نعمل في الشاورما. معانا هنا طاسه على النار، هنبتدي بقى ننزل بالشاورما اللي احنا كنا او الفراخ اللي احنا كنا متبلينها. طبعا مهدين النار، هننزل بيها هي وكل التوابل بتاعتها وكل الخلطه بتاعتها، ننزلها كده من الطبق. على نار هاديه
هنسيبها كده ونقعد نقلب فيها لغاية لما تستوي. زي ما احنا شايفين شكلها بقى عامل ازاي، هي نزلت شوية صغيرين من ميتها، فاحنا بنفضل نقلب فيها كده علشان تستوي كلها مع بعضها. هي المية الصغيرة اللي نزلت دي هي اللي بتسويها، وطبعا التتبيلة اللي فيها، وانا ما حطيتش زيت في الطاسة من الاول لان احنا حاطين في التتبيلة معانا زيت. شايفين شكلها جميل ازاي، هفضل لها حاجة صغيرة وما تاخدش وقت على النار خالص، هفضل لها حاجة صغيرة وهنضغطي عليها. بس حبيت اوريكي شكلها برضو بعد لما نزلت شوية من ميتها، هفضل لها حاجة بسيطة خالص لغاية ما تستوي كده. خلاص على فكرة الشاورما خلصت، استوت، شربت كل السوائل اللي فيها، وزي ما احنا شايفين اخدت لون بسيط خالص من تحت كده، تحميرة بسيطة، وهو ده انا عايزاها تبقى كده، بتدي طعم حلو قوي للشاورما. وبجد مش قادره اقول لكم، من اول ما حطيتها اصلا على النار وريحتها تحفه في منتهى الجمال، وكل شويه ريحتها بتزيد حلاوه طول ما هي على النار، ريحتها بتظهر اكتر وبتبقى جميله. خلاص كده انا هطفي عليها النار والشاورما عندي كده تبقى جاهزه، ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه او هنعمل سندوتشاتنا ازاي وهنحط ايه على ايه. خليكم معانا. خلاص كده احنا جاهزين عشان نطبق سندوتش الشاورما ونعمله. احنا عملنا خلاص الشاورما، تبلناها وسويناها، وعملنا التوميه زي ما احنا شايفين شكلها في منتهى الروعه، والنتيجه بتاعتها بجد حلوه جدا، بتبقى مع السندوتشات الشاورما في منتهى الجمال، طعم وريحه وما خدتش وقت خالص. معانا هنا خيار مخلل، معانا هالوبينو مخلل برده اللي هو الفلفل المخلل، انا معايا بطاطس هنا برده اللي حابب يحط بطاطس محمره، بس هي سندوتشات الشاورما بيتحط اللي هي السوري بيتحط عليها بطاطس، بس دي حسب الرغبه برده. انا عندي هنا في البيت في بيحب بالبطاطس وفي لا. معايا هنا كمان عيش الشاورما او عيش الصاجز اللي احنا عملناه قبل كده في القناه، وزي ما انا قلت لكم هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. يعني احنا كده عملنا كل حاجه، عملنا العيش وعملنا التوميه وعملنا الفراخ بتتبيلة الشاورما. هنبتدي بقى نطبق. اول حاجة هنعملها هنحط كده كمية من التومية، وبعدين هنحط الشاورما او الفراخ بتاعتنا اللي هي عملناها شاورما دي. انا بستخدم ايدي بس انا غسله ايدي ما تقلقوش. بنحط بقى الخيار المخلل، انا هنا مقطعه شويه، هي مقطعه صغير، بنحط برده كده وده حسب الرغبه برده. نحط هالوبينو برده، اللي بيحب الحامي يزود، مش بيحب خلاص. ممكن نضيف بقى كام بطاطسية كده، مش هنكتر لان مش بيحبوا هنا البطاطس كتير، بس هي سندوتشات بتتحط عليها بطاطس، بس مش هنكتر يعني، حاجة بسيطة خالص كده. نبتدي بقى نلف الساندوتش زي ما احنا اتفقنا، نعمل كده ونقفله كده. انا عملت معاكم الكريب قبل كده بنفس الطريقة، تمام؟ يعني هنقفله من الناحيتين وكده، وبعد كده هنبتدي بقى نلف. هعمل بس البطاطس، هنبتدي نلف فيه كده. كده اصبح عندنا ساندوتش، هنعمل بقى كل الكميه بالطريقه دي، وبعدين ندخلهم على النار وهنشوف ازاي شكلهم النهائي هيبقى عامل ازاي. انا عملت واحد كمان علشان هحط عليه كاتشب، نسيت اقول لكم طبعا ان هو بيتحط عليه كاتشب، بس هو انا عندي في البيت هنا برده في اللي بيحب كاتشب عليه وفي لا، فهعمل ده بالكاتشب. طبعا بنحط الكميه اللي حابينها، هنبتدي نقفل عليه، هنقفل عليه برده كده بنفس الطريقة، ونبتدي نلف. طريقته سهلة خالص وما بياخدش وقت. يلا بينا بقى على البوتاجاز هنشوف هنكمله ازاي. انا عندي هنا جريل على النار حطيتها لغاية ما سخنت كويس، بعد كده هبتدي احط ارست بقى ايه السندوتشات اللي انا عملتها اللي هي الشاورما. هتاخد لون طبعا من الناحية دي وهقلبها على الناحية التانية، وبعد كده هنشوف هنقدمها ازاي. خلاص كده خلصنا سندوتشات الشاورما بتاعتنا، اخدت لون من الناحية دي والناحية التانية زي ما احنا شايفين شكلها في منتهى الجمال. هنفتحها بقى كده كمان من جوه ونشوف شكلها. زي ما احنا شايفين
شكلها في منتهى الجمال. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ تحفة، جميلة جدا. شايفين؟ حلو جدا. طبعا كل حاجة بنعملها في البيت احنا بنوفر فيها كده. سندوتشات الشاورما بتاعتنا خلصت من الألف للياء، عملنا كل حاجة فيها. دلوقتي نقدر ناكل كل الأكل اللي احنا بنجيبه من بره، نعمله في البيت بمنتهى النظافة وامكانيات اقل بكتير من اللي بره. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. اتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس للكل علشان لما انزل فيديو جديد يوصل له اشعار بيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد واشوفكم على خير ان شاء الله، وباي باي.